أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من أنواع الصدقة أن أشتري من البائع الفقير لغرض مساعدته؟ هل من أنواع الصدقة أن أشتري من البائع الفقير لغرض مساعدته من دون أخذ السلعة؟ هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، إذا كان أنك تريد تشتريه منه لا تريد التملك وإنما تريد هذا وسيلة إلى إعطائه فلا مانع من هذا. نعم.